خلايا يتجه العالم اليوم إلى التعليم عن طريق الإنترنت الأونلاين، وخاصة بعد تجربة التعليم في ظل جائحة كورونا، لكن هذه الطريقة قد تحتاج إلى العديد من المقومات التي تسمح باستخدامها. واليوم في سوريا ودعما للعملية التعليمية وفي إطار تسهيل التعليم عن بعد للطلاب والكادر التدريسي وتبعا لمذكرة التفاهم الموقع بين وزارة الاتصالات والتقنية ووزارة التربية، أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد العديد من التسهيلات في هذا المجال. لنتعرف أكثر عن المعلومات التي أصدرت، معنا اليوم الدكتور عمار دلول اختصاص تقنية واتصالات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. سعد لي صباحك. يعني بالبداية خلينا نتعرف سوا، إذا بدنا نخوض تجربة التعلم أونلاين كيف رح تكون وكيف رح تتطبق على أرض الواقع؟ حقيقة مشان نميز أول شيء، الفكرة هي فكرة التعلم عن بعد. في خطأ شائع بتنفهم إنه هي التعلم أونلاين أو الإنترنت، هي ما لهم علاقة ببعض، ولكن الإنترنت هي أحد وسائل التعلم عن بعد. في التعلم عن بعد إنه أنا ما أكون بالمكان الجغرافي لمحل التعليم. أوكي. وبالتالي انه ليش في فكرة التعلم عن بعد، لانه في كتير عالم ما بتناسبها ظروف الاوقات تبع التعلم او جغرافيا او زمنيا، فبالتالي وبالتالي اني ارفع انا مستوى الثقافي للمجتمع والعلمي بضطر اعمل وسائل تعلم عن بعد لا اقدر ارفض هالعملية. طيب نحن شفناها اكتر بالكورونا، انه صار في عنا تباعد مكاني جغرافي اجباري، فصرنا نروح نلجأ للتعلم عن بعد. احد اهم الوسائل للتعلم عن بعد هي اونلاين، يكون عندي ويب او شيء اتعلم من خلاله. بس ما شرط يكون اونلاين الدرس 100%. من زمان كانت مشان تسجلي انت ديستنت ليرنينج بجامعه برا بمدرسه برا، باللي هو يوصل لك بوكيت اللي هي الكتب وتقعدي تقريها وتقدمي بعدين الامتحانات بمراكز معتمده وتنبعت الاوراق ما هيك. فكان هذا تعلم عن بعد. هلا الانترنت سهلت العمليه، فهي احد الوسائل والادوات ليصير في تعلم عن بعد، فصار هو الاونلاين ليرنينج اللي هو عمليا احد ردائف الديستنت ليرنينج اللي هي التعلم عن بعد. الفكره اليوم انه البنى التحتيه بسوريا هي في شبكه موجوده كبنى تحتية جاهزة لتبني عليها تطبيقات، اللي هي أحد التطبيقات التعلم عن بعد. فوزارة الاتصالات طبعا مشكورة كونه مهيئة هي شبكة البنى التحتية من خلال شركة سورية اتصالات، فراحت باتجاه أنه تعمل اتفاقية مع وزارة التربية لتأمن هاي البنى التحتية، اللي هي عمليا بتأمن ناقل وسيلة لنقل المعلومات عن بعد اللي هي عمليا تعلم عن بعد. ولكن كمنصات اللي بتقدم التعلم عن بعد لازم تقدمها هي بقى الجهات المعنية أو مؤسسات تربوية والتعليمية، منهم وزارة التربية أو المؤسسات التربوية أو الجامعات والمعاهد وإلى آخره. أكيد. خلينا نتعرف، عم نسمع كتير التحول الرقمي. صحيح. خلينا نحكي عنه شو هو، وفي كمان شغلة تانية نحكي عن مقومات التعلم عن بعد أو الإنترنت، بما أنه هاي القصة هلأ بدها تصير عنا وبشكل دائم إن شاء الله. خلينا نحكي عن المقومات وعن التحول الرقمي. الحقيقة فكرة التحول الرقمي هي اليوم هي العصر كله متجه باتجاه التحويل. كل شيء وسائل تواصل أو وسائل تطبيقات أو قطاعات مهنية أو فكرية أو خدمية لتكون على بطريقة مأتمتة، وهذا ما يدعى بالديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي. التحول الرقمي بحر بده يمكن تفاصيل كتير نحكي فيها، ولكن هو مكوناته الرئيسية بتكون غالبا من خلال او بتعامل معه من خلال تطبيقات. فبتلاقي مثلا في تطبيقات تعلن عالميا بتلاقي من خلالها عم بقدر اعمل اي شيء بدي، فممكن اقدم خدمات حكومية من خلال تطبيقات هي من خلال تدعى بالتحول الرقمي للحكومة الالكترونية، يعني هي مرحلة ما بعد الحكومة الالكترونية. ممكن تكون تطبيقات لها علاقة بخدمات، ممكن مثل ما نطلب عملية تاكسي وممكن نعمل عملية ما بعرف نطلب ثياب، ممكن ما بعرف اشياء، وبالتالي هي كلها تتحول رقمي للمتاجر للخدمات والى اخره. هي فكرة التحول الرقمي بشكل عام. هلا لما بنحكي عن فكرة التعليم عن باتجاه احد مكونات التحول الرقمي، لانه هي ممكن يكون في فكره شيء له علاقه بالصحه، في فكره له علاقه بخدمات يمكن الداخليه، في وبالتالي نحن هلا نحكي على التعليم اليوم. فكره التعليم عن بعد اللي هي انه لما مثلا وزاره التربيه عملت تطبيق اسمه نافذه التعليم، تطبيق النافذه التعليميه عملته كان فيه انه انت تقدر تسجل كطالب بالمدرسه، اي طالب بيقدر يسجل بيقدر يشوف المناهج التربويه
وبيقدر المدرسين يطلع يحط اي معلومات، وبيقدر يشوف مثلا الاسئله الشائعه، وبيقدر احضر فيديو عن كتاب معين بدرس معين مشروح من خلال استاذ معين. فهي النافذه هي عباره عن ويب او تطبيق قادر من خلاله اعمل كل خدمات التعليم بمرحله التعليم الاساسي والثانوي من خلال وزاره التربيه بسوريا. طيب اليوم المشكله المتاحه كانت انه انا اليوم بسبب محدوديه الدخل لدى الطلاب، اذا انا بدي اروح اعمل هالعمليه انه فوت على نافذه التعليم واعمل شيء ادرس بدل ما اجيب مدرس خصوصي مثلا، او بدل ما اروح على المدرسه اذا انا بعيد، بدي اقرا شي كتاب معين، عفوا شوفوا كتاب الكتروني، احضر فيديو عنه، اسال شيء معين، بدي استعمل بطبيعه الحال الانترنت. هلا فاليوم لما صارت الفكره انه انا بدي اسهل للطلاب وللاساتذه يصير في هالتفاعل بدون ما احملهم اعباء اضافيه، وزاره الاتصالات مع وزاره التربيه وقعت هالمذكره التفاهم انه انا اليوم اي منصه تعليميه لوزاره التربيه او لاحد المؤسسات والمعاهد اذا صرحت عنا بالهيئه الناظمه للاتصالات، يعني خبرت الهيئه الناظمه للاتصالات انه انا عندي منصه رقمها هيك، معلوماتها هيك، اسم الموقع هيك، وبغض النظر شو او اسم التطبيق هيك، حتكون متاحه للطلاب من خلال مزودات المساهمه اللي هي مثلا مزود تراسل تبع الدوله ومزودات خاصه معينه اللي هي قدمت هي الخدمه، انه تقدر تفوت هالطلاب والاساتذه مجانا على هالمنصات بدون ما تنحسب الميجات، لانه كلياتنا نحن بنقعد خلصت باقتي وما خلصت باقتي وبقي لي شوي ولا بقى تنزل كثير فيديوهات رح تخلص باقتي وسكر اليوتيوب ما ادري شو رح يصير. تمام، فاليوم في بعض مزودات الانترنت الخاصه قدمت الخدمه، ومزود طبعا الدوله اللي هو تراسل قدم الخدمه بالاتفاق مع الهيئه الناظمه للاتصالات، فتح الهيئه حتعلن عن هدول اسماء الشركات اللي قدمت الخدمه، فبصير اي مشترك. الخدمه هي مجانيه ولا اسعارها هي مناسبه للطلاب برايك؟ حقيقه هي هلا حتقدم انه انا اي مشترك بيشترك بالانترنت، عشان سهل القصه، تمام، اي حدا مشترك بالانترنت من خلال احد الشركات او مزودات الخدمه المساهمه بهالخدمه فحيقدر يوصل لهالمنصات مجانا، تمام، وبالتالي ما حتنحسب من باقته. يعني اذا انا رحت كطالب فتحت وحضرت يوتيوب مثلا درس بعلم الاحياء قعدت قريت حضرته ساعه ونص، ما حيروح من باقتي تبع الانترنت اللي انا مشترك فيها، وبالتالي اذا انا مشترك بباقه ولتكن ما بعرف قد 50 جيجا 10 جيجا اللي هي وعملت هالحركه اللي بتكلفني مثلا 3 جيجا لازم بالعاده، فهذا لن تحتسب ضمن الباقه. فهون حكون عم بعمل عمليه دفع وتشجيع للطلاب والاساتذه والمدرسين والمؤسسات التعليميه انه تشجع الديستنت ليرنينج اللي هو التعليم عن بعد، وتنمي نوع من انواع الثقافه العلميه والاجتماعيه عند المجتمع باتجاه الاونلاين، لانه اذا رحت اتجاه الاونلاين بكسب شغله اضافيه. لما بخلي الطالب يكون عنده انتر اكشن اونلاين مع الجامعه او المعهد او المدرسه عم شجعه يفوت باشياء ثانيه لتناسب العصر، لأن اليوم العصر رايح كله باتجاه العمل أونلاين والإنترنت وإلى آخره. فهذا الطالب حيصير يفكر بأفكار يفوت من خلال يصير مثلا يعمل بحث علمي، صار سهل عليه يفوت على جوجل ويطلع معلومات ويطلع ويعمل بحث علمي ويحطه أونلاين. ليه؟ لأنه أنا خليته يعمل هالممارسة، واليوم بنعرف ما في بيت ما فيه يا أما هاتف ذكي اللي هو سمارت فون أو كمبيوتر أو شيء بيستعمل ويب، تمام. ولكن خلينا نحكي يمكن سرعة النت عنا بالبلد هي شوية بطيئة، مو شوية هي كتير بطيئة نسبة بالخارج. خلينا نحكي نحن كيف فينا يمكن نتعامل أونلاين أو عن بعد، تعلم عن بعد، وخلينا نحكي هي تشمل جميع الجامعات، تمام، هلا يعني الخاصة والعامة. بلش وحدة وحدة بالنسبة للسرعة. اليوم السورية اتصالات فرضت أنه يكون الحد الأدنى لأي مشترك انترنت هو 1 ميجا. اليوم نحن بنعرف انه بالحد الادنى للفيديو اليوتيوب بدنا 512 كيلو لنقدر ناخذ يوتيوب، وبالتالي اليوم الواحد ميجا هي صحيح يمكن عالميا ما سرعه عاليه، ولكن بتخدم الحد الادنى لنقدر نعمل عمليه التعليم عن بعد. فنحن بالمبدا اذا عندنا 1 ميجا او اكثر قدرانين نعمل هذا المنفذ ونستعمل هالمنصه ونعمل تعليم عن بعد، فما هي تجاوزناها كمشكله سرعه. هلا اليوم يعني فينا خلي البيت كله ما حدا يشتغل على الانترنت، نشتغل عليه لحالنا تقريبا، ممكن تقريبا اذا في طالب بالبيت ممكن يكون في طالب وشخص ثاني عم يستعمل الانترنت ما يحسوا بمشكله اذا هو بالحد الادنى الواحد ميجا مثلا، تمام. هلا بالنسبه لموضوع المعاهد والمؤسسات، الهيئه اعلنت انه هي بتدعي المعاهد والمؤسسات التعليميه تصرح شو عندها بلاتفورمز او شو عندها خلينا نقول منصات ومواقع بتقدم هاي الخدمات،
لهي تراسل هالمزودات اللي مشتركه بالخدمه الخاصه ومزود الدوله ومشغلين الخليوي لتصير فور فري يعني 100%. وبالتالي اليوم مثلا اليوم اللي هلا عم بحكي انا وياكم فيه، وزاره التعليم وزاره التربيه عفوا صرحت عن مواقع لوزاره التربيه. وبالتالي هلا اي حدا طالب بمرحله الاساسي والثانوي قادر يفوت على منصات وزاره التربيه اذا هو مشترك من خلال مزودات مساهمه، يعني مشان ما كمان العالم تجرب تقول والله ورطونا وصرفنا من الباقه، بده يكون اول شيء متاكد انه هو مشترك بخط انترنت من مزود مشارك بهي الخدمه، زائد بيستعمل هالمنصه. هو كيف بده يثبت انه انا طالب؟ في شيء كود، في شيء رقم؟ هو عمليا اي حدا بيقدر يسجل على هالمنصه ويستعمل. يعني مثال اذا انا اليوم ماني طالب خلينا نقول وحابب اطلع على شيء بشيء بالفيزياء من التعليم الاساسي او الثانوي، شو بيمنع بالمبدا؟ فاليوم بالعكس انا بدي ارفع المستوى الثقافي والعلمي، مو شرط يكون طالب لياخذ معلومه. وهي شغلة كتير إيجابية 100%. ممكن يكون مدرس، ممكن يكون أب أم بتدرس بدها تحضر، بجوز هي ابنها بالمدرسة بدها تحضر فيديو عن الدرس اللي بدها تعطيها تبع رياضيات مثلا، ما بعرف. فاليوم حتى المدرس بجد يفوت يجاوب عن أسئلة، أو مثلا الطالب نفسه عنده حدا بده يفوت يسأل ليش شو بدي أعلمه. وبالتالي اليوم هاي المنصة التفاعلية بتساهم بشكل عام أبعاد يعني غير مباشرة برفع الثقافة الاجتماعية بشكل عام للتعامل مع الإنترنت لجلب المعلومات. تمام، خلينا نحكي هلأ برأيك، هل تم تجهيز الحلول الفنية لدخول الكادر التدريسي والطلاب إلى العملية التعليمية عن بعد؟ وبدي كمان الهدف من توقيع المذكرة بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية شو هو؟ حقيقة بالنسبة للبنى التحتية هي جاهزة، كما بحكي من جهة وزارة الاتصالات، من جهة وزارة التربية أو وزارة التعليم أو المعهد أو كذا، كل منصة عم تنشغل لحالها. يعني مثلا وزارة التربية عندها تطبيق نافذة التعليم، بتقدر تفوت على كل الكتب المدرسية وتشوفها إلكترونيا، وفي عندهم جزء مصور فيديوز أو كلهم، ما عندي تفاصيل، فهذا مجهز. ولكن مثلا في يمكن نلاقي مع حدا معين لسه هو مجهز ليطلق هاي العملية. فهي القصة العلاقة، يعني خلينا نميز بين البنى التحتية، البنى التحتية هي من وزارة الاتصالات فهي جاهزة، وفي التطبيقات اللي حتتقدم من خلال البنى التحتية في جزء جاهز وجزء مجهز حسب وين أنا بدرس. يعني مثلا في جامعة يمكن بدرس فيها ما لها جاهزة، وفي جامعة أنا بدرس فيها جاهزة، فإلها علاقة بجهوزية اللي بده يقدم المحتوى التعليمي، بينما كبنى تحتية هي جاهزة. هلأ محتوى المذكرة بيقول أنه الوزارة التربية لما بتبلغ وزارة الاتصالات عن أي محتوى تعليمي لمعهد لمدرسة لأي شيء موجود أونلاين وبدهم يعملوا للطلاب أكسس عليه يشوفوته عليه، متى ما بلغت وزارة الاتصالات من خلالها الناظمة الاتصالات والبريد، بيكون هذا المحتوى الولوج له مجاني. وبالتالي هي الهيئة دورة بتبلغ كل المزودين أنه هذا السيرفر، هذا الاسم، هذا الموقع، هذا الآي بي اللي هو إذا حدا طلبه من مزودات المشتركة بالخدمة لا تحسبوه ضمن الباقات. يعني نتمنى هيك مثل ما قلت تنرفع الثقافة أكثر وتتاح إلى كل العالم، خاصة أنه كلنا صار معنا صحيح. موبايلات ذكية وكلنا عنا إنترنت وكلنا خايفين من كورونا فخلينا نقعد نستفيد بقعدتنا أحسن ما نقضيها فيسبوك وإنستغرام وغيرها. شكرا كثير لك، نتشكرك. شكرا كثير لك ولوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك.